بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، بناتي العزيزات، معكم الأستاذ علي إسماعيل، مدرس اللغة العربية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في أول درس من دروس النحو هذا العام. وأحب بس أقول لكم إن إحنا مش هناخد نحو، إحنا هناخد حاجة اسمها صرف. ما الفرق بين النحو والصرف؟ هناك فرق شاسع بينهما. النحو يهتم بتشكيل الكلمة أو ببنية الكلمة من الخارج. يعني لو أنا قلت محمد، محمدا، محمد، أنا هنا بضم وبفتح وبكسر، يبقى ده شغل نحو. نحو يعني معناها بشوف موقع الكلمة في الإعراب إيه في الجملة. أما الصرف فهو يختص أو يهتم ببنية الكلمة من الداخل، عاوز يشوف أصل الكلمة إيه ووزنها إيه والفعل بتاعها إيه والمشتقات التي جاءت من هذا الفعل. فده اسمه المشتقات أو بيسموه الصرف. فالصرف معناها هو الاهتمام ببنية الكلمة من الداخل. وأول درس من دروس الصرف هذا العام هو المشتقات. يعني ايه مشتق؟ مشتق يعني معناها، او اشتقاق معناها، ان انا باخد كلمة، بجيب كلمة من فعل. يعني مثلا لو انا جبت مثلا ايه كلمة ايه ضرب. ضرب ممكن اجيب منها كلمة ضارب، وهي كلمة تدل على من يقوم بالضرب. ومن الممكن ان اتي بكلمة مضروب، وهي كلمة تدل على من يقع عليه الضرب. إذن أنا عملت عملية اشتقاق، جبت من الفعل ضرب، جبت منه ضارب، وجبت منه مضروب. ماشي؟ وكل كلمة لها دلالة مختلفة عن التانية. ماشي يا بنات؟ النهاردة إن شاء الله هناخد أول درس وهو اسم الفاعل. الأول بداية كده، احنا خدنا الفاعل ده في المرحلة الابتدائية في أول تعلمنا لقواعد النحو العربي، وقلنا الفاعل هو من يقوم بعمل الفعل. أي حد بيقوم بفعل معين بيقولوا عليه فاعل، خلاص؟ طيب يعني إيه بقى اسم الفاعل؟ تخيل معي كده في هذه الورقة الأمثلة اللي أنا كاتبها لحضراتكم. لعب الصبي الكرة، فاز محمد، انتصر الرجل، أسلم الرجل. لعب الصبي، من الذي لعب؟ الصبي. يبقى الصبي هو اللي قام بعملية اللعب، فنطلق عليه كلمة إيه؟ لاعب. انتوا شايفين كلمة لاعب قدامك، خلاص؟ يبقى كلمة لاعب دي بنسميها اسم فاعل جاي من الفعل لعب. طيب انتصر الرجل، الرجل هو اللي قام بعملية الانتصار، فهسمى الرجل ايه؟ برافو، منتصر. يعني يا ريت الناس تتجاوب معايا، اللي يعرف يقول بسرعة. انتصر الرجل، فالرجل هنا اسمه ايه؟ منتصر. فاز محمد، مين اللي فاز؟ محمد. يبقى محمد ده هنسميه الفائز، لأنه هو اللي بيقوم بعملية الفوز، صح؟ طيب أسلم الرجل، مش الرجل هو اللي قام بعملية الإسلام أو هو اللي أسلم؟ يبقى أنا هسميه إيه؟ مسلم، صح كده. يبقى جبت مسلم من أسلم، جبت منتصر من انتصر، جبت لاعب من لعبة، جبت فائز من فاز. إذن اسم الفاعل، الكلمات اللي هي لاعب وفائز ومنتصر ومسلم، دي بنسميها في الصرف اسمها إيه؟ اسم فاعل. واسم الفاعل بقى لما اجي اعرفه هقول ان هو اسم مشتق من الفعل ليدل على من يقوم بهذا الايه؟ بهذا الفعل. ماشي يا بنات؟ طيب انا اعرف ازاي اجيب اسم الفعل يا استاذ؟ يعني لو جبت لك اي فعل من افعال اللغه العربيه مثلا وقلت لك هات لي منه اسم فاعل، اكيد في قاعده معينه. ماشي؟ حلاوه الصرف ان هو يعني بيبقى كده بالسليقه، يعني انت تلاقي نفسك بتقولي لوحدك بدون ما تعرفي القاعده. يعني لو قلت لواحد هات لي يا ابني اسم فاعل من الفعل فهمه،
هو هيبدأ يفكر اللي بيقوم بالفهم اسمه ايه؟ ها؟ اللي بيقوم بالفهم اسمه ايه؟ قولوا. بنات. اللي بيقوم بالفهم اسمه ايه؟ فاهم، صح؟ طيب لو قلت لكم اللي بيقوم بالشرب شارب، اسم الفاعل منه ايه؟ شارب، على وزن فاعل برضه، ده اسم فاعل. طيب اللي بيقوم بالاتقان اسمه ايه؟ متقن، صح؟ اللي بيقوم بالاخلاص اسمه ايه؟ مخلص، يبقى مخلص ومتقن دي برضه اسم فاعل. طيب اجيب اسم الفاعل ازاي؟ اسم الفاعل طريقه صياغته بيصاغ من طريقين، بيجي من الفعل الثلاثي بطريقه، وبيجي من الفعل غير الثلاثي بطريقه ثانيه. احنا اتفقنا السنه العام الماضي وقلنا بان الفعل اي فعل في اللغه العربيه في حاله الماضي لا تقل حروفه عن ثلاثه ولا تزيد عن سته. اي فعل في الدنيا ما تقلش حروفه عن ثلاثه وما تزيدش عن سته. معايا؟ ففي فعل اسمه ثلاثي، رباعي، خماسي، سداسي. طيب الفعل الثلاثي عندي ليه قاعده معينه، والفعل غير الثلاثي ليه قاعده معينه. طيب الفعل الثلاثي اسم الفاعل منه بيجي على وزن ايه؟ بيجي على وزن فاعل. زي ايه؟ لعب، نقول ايه يا بنات؟ لاعب. قتل، نقول قاتل. خلاص؟ وهسمي لعب وقتل دول من الفعل الصحيح، لان خد بالكم في الامتحان ممكن يجي يقول مثلا استخرج اسم فاعل من فعل صحيح، فتبقى انت عارفه يعني ايه فعل صحيح، يعني ما فيهوش حروف عله. فهم، فاهم. ماشي؟ قرأ، قارئ. يبقى ده اسم فاعل من فعل صحيح. طيب فاز اسم الفاعل منه ايه؟ فائز. وصام، نقول ايه؟ صائم. يبقى تاني يا بنات اسم الفاعل من الفعل لعب نقول لاعب، من قتل نقول قاتل، من فاز نقول فائز، وصام نقول صائم. فاز وصام ده ايه؟ ده عباره عن فعل ايه؟ فعل معتل، اجوف. اجوف يعني في نص حرف ايه؟ حرف عله. ماشي؟ وعشان كده بنقول ان اسم الفاعل من اي فعل ثلاثي لابد ان يبقى على وزن ايه؟ على وزن فاعل. ماشي الكلام؟ طيب تعال نشوف لو جاني فعل اسمه فعل مضاعف. فعل ايه؟ مضاعف. يعني ايه فعل مضاعف؟ يعني في حرف كده وعليه شده، زي عد ومد وجد وخص. ماشي؟ اجيب اسم الفعل منه ازاي؟ تمام. انا كان نفسي اسمع اصوات يعني معايا تشتغل. يعني عد نقول عاد. طيب اللي يتكلم يا بنات يفتح المايك بس، استاذنكم يعني اللي عايز يتواصل معايا عشان بس افهم اذا كنتوا انتوا فاهمين ولا بالظبط. خلاص؟ يبقى عد نقول عاد، وجد نقول جاد، وخاص نقول خاص. صح كده؟ يبقى ده اسم فاعل على وزن فاعل. هتسالني واحده تقول لي طب ازاي عاد على وزن فاعل؟ هي كان اصلها ايه يا بنات؟ عادد، بس انا شطبت دال وحطيت مكانها ايه؟ شده. يبقى ده اسم فاعل ايضا من الفعل الايه؟ الثلاثي. خلاص؟ طيب تعال نشوف لو جالي فعل اسمه فعل ناقص، يعني برضه هو معتل بس ناقص، يعني اخره حرف ايه؟ عله. زي ايه مثلا؟ زي سعى ودعا وقضى. ده فعل ثلاثي بس اخر حرف عله. نجيب منه اسم الفاعل ازاي؟ برضه على وزن فاعل، وثلاثي اي ثلاثي في الدنيا بيجي الاسم بتاعه على وزن فاعل. سعى نقول الساعي، ودعا نقول الداعي،
وقضى نقول القاضي، صح؟ طب وسمى نقول الايه؟ سمى نقول السامي، صح؟ على وزن الفاعل. طيب الداعي والساعي والقاضي دول كلهم على وزن ايه؟ دول على وزن الفاعل. على وزن ايه يا بنات؟ الفاعل. طيب خدوا بالكم عشان في هنا نقطة مهمة جدا وتركة كويسة، يعني ان اسم الفاعل من الفعل الأجوى اللي هو الفعل الناقص ده، لما ما يجيش في ألف ولام يبقى لازم أشطب الياء. الياء اللي هي في الساعي دي دايما مرتبطة أوي بالألف واللام، لو الألف واللام جت يبقى هي تيجي. طب الألف واللام لو ما جتش، لا بنات يعني ممكن تفتحوا المايكات بس استاذنكم عشان يعني نتكلم كده مع بعض بعد اذنكم عشان يبقى في تواصل بس. حد يتكلم بس بعد اذنكم. يا بنات يعني عشان اعرف اذا كنتوا سامعيني ولا لا. ايوه يا مستر سمعين. تمام ايوه يا مستر سمعين حضرتك. تمام سامعين. ايوه يا مستر سمعين. بس ما يبقاش فيه بس مشكله في النت، افتحوا المايكات عشان تردوا معايا بس استاذنكم. حاضر. مش ماشي خلاص يا بنات. يبقى تاني اسم الفاعل، اسم الفاعل قلنا من الفعل اللي هو الناقص اللي هو اخر حرف عله، زي القاضي، الساعي، الداعي. قلنا ده لو الالف واللام موجوده الياء تبقى موجوده. سما نقول السامي، صح كده؟ طب رجا نقول الايه؟ رجا نقول الراجي، معايا؟ الراجي. تمام. طيب لو من غير ألف ولام نقولها إزاي؟ شايفين الورقة مكتوب عليها إيه؟ سعى نقول بقى ساع. شطبت الياء ليه؟ عشان ما فيش ألف ولام، ولما بشطب الياء دي بحط مكانها كده تنوين بالكسر. التنوين ده بيسمى في اللغة العربية تنوين العوض، عوض عن الياء المحذوفة. يبقى نقول ساع وداع وقاض وهكذا. طيب دي هيبقى على وزن، هل يا ترى هيبقى على وزن فاعل؟ لا طبعا، لان انا شطبت الياء اللي بتقابل اللام في كلمه فاعل، خلاص؟ فيبقى على وزن فاعل. خدوا بالكم لان في الامتحان احنا الترم ده كله ما فيهوش اعراب، يعني مش هيجي لك حاجه اقول لك فيها اعراب، الترم ده كله استخراج بس. فهيجي لك يقول لك استخرج اسم فاعل من فعل ثلاثي، او استخرج اسم فعل من غير ثلاثي، ماشي؟ وبين وزنه، لو لقيت مثلا ساعي دي تبقى على وزن فاعل، لو قال لي الساعي يبقى دي على وزن ايه؟ الفاعل. تمام. في ملاحظه هنا مهمه قوي بتقول ايه؟ ان في الاسم الفاعل من الفعل الناقص اللي هو الساعي والداعي والقاضي ده، بتبقى الياء، الياء تفضل موجوده في حالتين، اذا كان معرب بال يعني اقول الداعي، او اذا كان معرف بالاضافه. يعني ايه معرف بالاضافه؟ يعني جاي وراه مضاف اليه، اقول داعي الخير. وصلت؟ زي القاضي في ياء اهو عشان الف ولام، وممكن اقول قاضي المحكمه. الساعي، وممكن اقول ساعي البريد. يبقى اذا بنقول ان تكتب الياء اذا كانت معرب بال او بعدين مضاف ايه؟ او بعدين مضاف إيه. طيب وامتى تحذف؟ اذا كان نكره. يعني ايه نكره؟ يعني مش معرفه، لا في الف ولا لام ولا جاي بعدين مضاف اليه، فنقول داع وساع وسام. ده بالنسبه لاسم الفعل. يبقى خلاصه الجزء ده ان اسم الفاعل من الفعل الثلاثي بيجي على وزن فاعل. اي كلمه في القطعه، لا هو بالنسبه لي انا سالتهم 1000 سنه بس هو الصوت بيقطع.
ماشي يا بنات. يبقى الجزء الاول اسم الفاعل منه بيجي على وزن ايه؟ على وزن فاعل. اي كلمه في القطعه على وزن فاعل يبقى اسم الفاعل بتاعها بيبقى على وزن ايه؟ فاعل. ده الجزء الاولاني. ماشي؟ طيب اسم الفاعل بقى بيجي ازاي من اي فعل غير ثلاثي اللي هو الشطر الثاني بقى الجزء الثاني. غير ثلاثي يعني معناه ايه؟ رباعي، خماسي، سداسي، اي فعل. خلاص؟ ده ليه قاعده معينه. ازاي؟ بجيب الفعل نفسه زي الفعل اخرج واروح اجيب المضارع منه اقول يخرج واستبدل الياء بتاعت يخرج دي بميم مضمومه مع كسر ما قبل الاخر. ماشي؟ يبقى اخرج نقول مخرج. طب واسلم نقول مسلم. انت ملاحظه ايه؟ ملاحظه ان لازم يكون اوله ميم مضمومه مع كسر ما قبل الاخر عشان كده عملها لك في دايره كده عشان تفهميها. ماشي؟ ميم مضمومه مو، اوعى تقولي ما، لو لقيت كلمه اولها ما تلزمنيش مش تبعي، لكن لازم تقولي مو وتكسري ما قبل الايه؟ الاخر. اوعى تفتحي لان انا لسه حصتين كمان هتلاقيني اديكي حاجه اسمها اسم المفعول هقول لك فيه ميم مضمومه وفتح ما قبل الاخر. طيب السؤال قائم بقى، هو هيشكل لي في الامتحان يا استاذ؟ خلاص؟ هيشكل لي في الامتحان؟ لا مش هيشكل في الامتحان. ماشي؟ امال هنعمل ايه؟ هو انا اللي بنطق لنفسي، يعني انا اللي بنطق لنفسي. ماشي؟ مو واكسر يبقى ده اسم فاعل. ماشي؟ يبقى لازم يكون اسم الفاعل اوله ميم مضمومه مع كسر ما قبل الاخر. اهانه، اللي بيقوم بالاهانه اسمه ايه؟ ها؟ اسمه ايه؟ مهين. اسمه ايه؟ مهين. طب واستشارة، اللي بيقوم بالاستشارة اسمه ايه؟ مستشير. اسمه ايه؟ مستشير. ماشي. طيب الفعل اعد نقول عليه ايه؟ ها؟ اسم الفعل منه ايه؟ معد. صح كده؟ اللي بيقوم بالاعداد بيسموه معد. ماشي؟ طيب الفعل مثلا ايه؟ وليكن ايه تاني؟ اعتدى. اعتدى الفعل منه ايه؟ معتدي. انا مش سامع صوت. اعتدى نقول معتد من غير الياء، لو هتقولي بالياء يبقى تقولي المعتدي. يبقى اذا اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي لازم يبقى اوله ميم مضمومه مع كسر ما قبل الاخر. اسم الفعل يا بنات بالنسبه للملاحظه بتاعتك، يبقى انا دلوقتي عرفت حاجه مهمه، ان اسم الفاعل من الثلاثي بيجي على وزن فاعل ومن غير الثلاثي بيبقى اوله ميم مضمومه مع كسر ما قبل الاخر. في ملاحظه بتقول يمكن ان ياتي اسم الفاعل مفرد. ممكن يجي مفرد. يعني اللاعب مستر مسمى، اللاعبان ممكن يجي جمع، اللاعبون. الجمع ممكن يبقى مذكر او مؤنث او جمع تكسيري، يعني مثلا لو قلت اللاعبات اسم فاعل برضه ما اصلها لاعب على وزن فاعل. نقول اللاعبون. طب لو قلت العلماء والعقلاء تنفع تكون اسم فاعل؟ مع ان ده جمع تكسير. تنفع، ما هي مفرد العلماء العالم ومفرد العقلاء الايه؟ العقل. ماشي؟ ممكن يجي اسم الفاعل مذكر او مؤنث، يعني لو قال لي مثلا انت فتاه مسلمه، ما هي مسلم ميم مضمومه ومكسور. انت فتاه مخلصه، مخلص. انت فتاه مثلا رائعه، ما هي اصلها رائع على وزن ايه؟ على وزن فعل. ماشي؟ يبقى اذا يمكن ان ياتي اسم الفاعل ايه؟ مفرد او مثنى او جمع. ممكن يجي ايه؟ ممكن يجي مذكر او ايه؟ او مؤنث. ماشي يا شباب؟ خلاص؟ ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لاسم الايه؟ اسم الفاعل. طيب تعال نشوف مع بعض كده حاجه بقى مهمه ثانيه. لحظه.
ايوه الصوت مع البنات مش في صوت خالص. بنات سامعيني كده؟ بنات سامعيني بس. تمام. الصوت كده اوضح من الاول؟ يا مستر. طيب بصوا معايا في القطعه اللي قدام. تمام يا مستر. تمام.